انا ما اعرف. ان شاء الله العود سبع انا غير على الشاشه رحموا عليه خلاها لك انت ما تديرش بلا وتنقص خوك وتقولوا عزيز روحوا كاع داخل شكون نتفرج في في في, في قناه النهار هذه في التلفزيون نتفرج في الدار والله بديت نتحمس اني وقتها غير نوصل لهذه البلاصه هذه باش نشوف هاد الناس كيفاه راه صاري فيهم وهاد الوقفه اللي راهم واقفين وهاد التضامن اللي في الاسلام وفي ديننا وفي في اصولنا هاد الوقفه هذه راهي والله راهي معجزه كبيره في هاد البلاد والله ان شاء الله وما كان لا الخير للبلاد ان شاء الله راه منها وهاك ان شاء الله راه ما بقى غير الخير في البلاد هذه ان شاء الله ان شاء الله انا كل واحد ان شاء الله اليوم صرات ان شاء الله في اي حاجه في الخير ولا في الشر ولا في الفرح ولا في القرح ان شاء الله راهي هذه الامه تضامن معاه من ولايه هضرار بديت انا نقول اسمها فيها شويه تعب وفيها شويه امور تنقلنا والحمد لله بقيت نتشوق غير وقتها الحق نوصل للبلاصه اللي راني هذه اللي راني باش نوصل لها حتى في تعكس لي حتى في الاخر في في الطريق السما ما عرفتش البلاصه تعطلت شويه بديت وقتها غير متحمس وقتها نوصل برك اللي سمعت القصه هذه وانا متشوق باش نوصل لهذا الموقع هذا لهنا لقيت الناس من كل والله 48 ولايه واقفين وقفه راجل واحد والله كل هذا راه ولد الوطن ولد الجزائر ولد الشعب ولد السلطات ولد الدوله كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. احنا جينا من منصوره ولايه برج بعريريج وجينا لخونا عياش جينا البارح وتصادفنا البارح في الليل في بيت الضحيه تصادفنا مع سبع ولا ثمان ولايات منها من اضرار باتنا سطيف دزاير غليزان ونتمناو ان شاء الله في اقرب وقت يجبدوا الضحيه باه هما يتريحوا والناس تتريح وربي يرحمه ويوسع عليه. السلام عليكم. الرحمن الرحيم. احنا جينا لخونا العياش من ولايه برج بعريريج دائره منصوره اللي طاح في البئر وان شاء الله في اقرب وقت يجبدوها باش الناس يتريحوا كامل من دول 28 ولايه تيبازا بشاره اضرار دزاير غاضني بزاف عياش بيتي تعذب الله يرحمه ويوسع عليه. جينا من ولايه قالما والخبر هذا رانا سمعنا به من اول حادث وقع ورانا نتبعوا فيه في التواصل الاجتماعي ونتبعوا فيه في النشره خاصه قناه النهار يعني ورانا جينا باش نضامنوا مع خونا هذا العياش الا كان راه حي ربي يجيب يشفيه وربي يخرجوا على خير وعافيه الا كان ميت ربي يرحمه ونطلب من الشعب الجزائري اللي جاي يساند هذا ينقص شويه الهضره وانما يكثر بالدعاء كثر بالدعاء راهي درك رانا في السبع اليوم السابع والعائله تاعو راهي قطع على ترقد ليل نهار وانا جيت من قال ما عبك خليت خدمتي وجيت وتكلمت مع باباه وقلت له ولدي لا تقول له حيلا ميت المهم نكثروا له الدعاء ونطلبوا ربي يسترنا وربي يعيش الشعب الجزائري وراه مضامنين تحيه الجزائر وسامحني درك رانا شفنا رجال حمايه المدنيه شفنا رجال الدرك راهم جيعانين تعبانين ما مش مقادرين حتى يوقفوا ربي يكثر من مثالهم وربي يعيش الشعب الجزائري والسلام عليكم. ولايه من كل ولايه 48 ولايه قاعدين هنا تضامن وطني الله يبارك والمقامه ان شاء الله بالقهوه والخبز
وكل خير مشتت الله يبارك. جرح واحد. وجرح واحد زايلين كاع جرح واحد. ونطلبوا ان شاء الله الله يعطينا ما نتمناه ان شاء الله. اللي متمني بالحاجه ربي يعطيها له ان شاء الله. امين. حسيب عبد جينا هنا اليوم. جي المخلوق هذا جينا قال له راه توفى هو ما لقينا له وفاه لا غيرها مازال ما جبدوش المخلوق هذا. وان شاء الله احنا نقولوا واش نقولوا للشعب هذا جاه من كل ولايه جاه. والحمد لله رب العالمين هذا خوينا من اللي سمعناه ما نرقدوش كاع الليل. وهذا خوينا وحنا واش نقولوا نقولوا ان شاء الله باذن الله يجبدوا حي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وندعوا له في ربي ومازال الامل مازال. كاين يقول لك توفى ما كانش قايم بالعيب. ما كانش عالم به كاع.